التواجد ديالي مع فاتي جمالي في لو كليب ديالها طب طب نهاد من بار هيبه بريس كنوج لها تحيه لو كليب لي تي مانيفيك وبالتوفيق ان شاء الله تقنيا لي توب لي بروفيسيونيل احترافي كنوج تحيه لحمزه كوني على الاشتغال ديالو مع فاتي كان موفق جدا كما فاتي جمالي فنانه كبيره في الساحه الفنيه دونك غتكون متوفقه جدا انها تكون زعما في العطاء ديال لو كليب من جهاز من الحركات الديناميك دونك طب فاتي بالتوفيق ليك ان شاء الله والمزيد من العطاء وكليبات وكليبات وطبطبات اخرى ان شاء الله فين غابر بلوز او موان ان بروجي سينيماتوغرافي سي اون في دي بريباراسيون دونك ان شاء الله زعما في القريب نحطوا بعض المعطيات على لو فيلم ان شاء الله قريب هو جد طيبه اشتغل مع شيماء عبد العزيز كفنانة كبيرة والأخت ديالي قريبة يعني كان اشتغل جد 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 متجانس شيماء فنانة كبيرة عطت الحق للتيم أنه يشتغل بعناية وبدقة على كل فكرة تحطات وكل فكرة كانت محطوطة كانت عندها معاني بزاف في أعماق بزاف لا من ناحية الفنية ولا من ناحية ديال التراث ديالنا المغربي اللي هو خاصنا ضروري يكون محتضن عليه ويكون دائما موجود بواحد العناية اللي هي مركزة العمل الجاية كاين بزاف Là, on est prochainement, qu'une Fatem Zara Moussouli. C'est un clip pour. Il s'appelle Zamal Yedmra. Donc, clip Zouin. Puis, Bzef Tlouis Zouin Oujded. Je vais mettre un jour pour vous abonner à la chaîne YouTube ou de partager la vidéo à chaque fois. Vous allez recevoir sur le chimérie. Maintenant, je vous dis le j'aime. Vous tournez la jarasse, vous êtes sur le comme j'ai dit.